البنت دي جايه بتقول لنا ازاي نعمل الماسك الاسيوي للبشره في البيت، يلا بينا يلا نجرب. هنجيب كوبايه رز وكوبايه ماء، المفروض ان احنا هنسيب الرز لمده 30 دقيقه ونرجع نستخدمه. وهنا هنحط الرز عشان نفرمه بالهاند بلندر او اي حاجه عندنا مش هتفرق، وبعد ما فرمناه هنصفيه كويس جدا جدا بالمصفى علشان طبعا نحطه على النار. وبعد ما حطيناه على النار هنفضل نقلب لغايه ما قوامه يبقى عامل زي الكريم كده بالظبط. اول ما يبقى عامل زي الكريم هنشيله من على النار. طبعا سيبناه يبرد لمده 10 دقائق وهنرجع نطبقه على بشرتنا، نلم شعرنا الاول. وبعد ما لمينا شعرنا هو بيبقى عامل زي الكريم كده، هنحطه بقى على وشنا. طبعا سيبته لغايه ما يبرد، وده بقى شكله بعد ما وزعناه على بشرتنا كلها. المفروض ان احنا هنسيبه لمدة 15 دقيقة ونرجع نشوف النتيجة. لايك وفولو في البارت 2. بعد ما استنينا لمدة 15 دقيقة يلا بينا بقى نروح نغسل وشنا ونشوف النتيجة. ودي النتيجة بعد ما غسلت وشي. انا عايزة اقول لكم ان الماسك ده فظيع فعلا، ترطيب بقى وقفل المسام، ولو في خطوط في البشرة انا حاسة ان بصوا بشرتي عاملة زي البيبي كده بالظبط. بس بالنسبة للحبوب دي ما فيش اي تأثير من ناحية الحبوب، بس بيشد وبينعم وبيرطب البشرة بشكل فظيع. واللي عجبته التجربة يكتبلي في الكومنت، وما تنسوش تعملوا فولو. شايفين البنوتة دي بتعمل ستايل حلو قوي للشعر بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة كمان، يلا بينا يلا نجرب. وناخد القصة هنوسع بقى الضفيرة دي، وبعد ما وسعناها بالشكل ده المفروض ان احنا بناخد جزء كده من الشعر. جاهزين؟ فين بقى الشكل بقى حلو ازاي؟ المفروض نوسعها بس كده نظبطها. واللي شايف ان التجربة نجحت يكتب لي في الكومنت، ما تنسوش تعملوا فولو. البنت دي جايه بتقول لنا ازاي نرسم نمش بطريقه طبيعيه وشكلها حلو جدا، ويلا بينا يلا نجرب. هنجيب الباليت بتاعتنا، هيكون اللون البني مش غامق ومش فاتح، وسط. وزي ما احنا شايفين كده دي النتيجة. اللي عجبت التجربة يكتبلي في الكومنت، وما تنسوش تعملوا فولو. البنت دي في التجربة دي عملت البلاشر على شكل حرف W، وبصراحة طلع حلو قوي عليها، ويلا بينا يلا نجرب. هنجيب البلاشر ده لونه مش احمر قوي ومش وردي قوي، يعني هادي كده شوية. بصراحة خفت نجرب في الاحمر. ادمج منين مش عارف. تفتكروا شكله حلو؟ اللي شايف ان التجربه ناجحه يكتب لي في الكومنت، واللي شايف انه شكله حلو او شكله وحش يكتب لي برده في الكومنت، وما تنسوش تعملوا فولو. طيب نشوف التجربه دي بتقول لك ايه. بتعمل ستايل حلو قوي في شعرها، ويلا بينا يلا نجرب. الاول هناخد شويه حلوين من الاساتك دي، نجيب الفرشه بتاعتنا المفروض بقى نرجع ده كله ورا. جاهزين تشوفوا النتيجة؟ متنسوش تعملوا فولو، أهم حاجة الفولو. جاهزين تشوفوا النتيجة؟ اعملوا لي فولو على طول. 1 2 3 واللي عجبته التجربة هيكتب لي في الكومنت، متنسوش تعملوا فولو. تعالي نشوف التجربة دي بتقولك ايه. المفروض البنت دي بترسم بالبنسة الايلاينر بطريقة احترافية، ويلا بينا يلا نجرب. هنجيب البنسة ونجيب الايلاينر. المفروض ان احنا هنعمل كالاتي، نحط البنسة والايلاينر بقى ده شكلها. ممكن احنا بقى نوصل الاطراف لجوه كده، خدت كده الايلاينر عشان تعمل الكورنر.
واو. طبعا بقى هنكمل اللوك ده بالمسكرة بتاعت سيبال 3D، ودي كانت النتيجة. اللي عجبته التجربة يكتب لي في الكومنت، متنسوش تعملوا فولو. تعال نشوف التجربة دي بتقولك ايه. المفروض البنت دي بتكنسل الهالات السوداء بطريقة طبيعية جدا، ويلا بينا يلا نجرب. المفروض ان هي حطت كونسيلر فاتح في بداية العين، هنحط نقطة من الكونتور اللي هو الجولد، وبعد كده حطت بلاشر فاتح، واخر حاجة حطيتها بلاشر غامق بس كده نقطة. وهندمج كل ده مع بعض بقى. نبتدي بالفاتح، وكانت دي النتيجة. واللي عجبته التجربة يكتبلي في الكومنت، وما تنسوش تعملوا الفولو. المفروض البنوتة دي بتعمل شادو على شكل ورود، ويلا بينا. هنجيب قطنة الودان دي، وهنجيب الباليتة بتاعت الجرب بتاعتنا، هعمل النقط باللون الأزرق، هنوزعها بعيد عن بعض، نحط نقطة واخترت اللون البينك ده، زي ما احنا شايفين كده. كانت دي النتيجة. واللي عجبته التجربة ما ينساش يكتبلي في الكومنت، وكمان ما تنسوش تعملوا فولو. تعالي نشوف التجربة دي بتقولك ايه. البنت دي جاية بتدمج الوان الروج بطريقة حلوة قوي قوي، يلا بينا يلا نجرب. جبنا الثلاث الوان، اول حاجة حددت باللون الاسود، بعد كده باللون النبيتي، وبعد كده بلون احمر فاتح. هندمج الالوان كلها مع بعض. واو. وزي ما احنا شايفين كده دي كانت النتيجة. واللي شايف ان التجربة نجحت يكتب لي في الكومنت. تعال نشوف التجربة دي بتقولك ايه، ويلا بينا يلا نجرب. القلم بتاع شجلام، هيحطوا القلم كده ونعمل. جاهزين؟ 1 2 3. واللي شايف ان التجربة نجحت يكتب في الكومنت، متنسوش تعملوا فولو. بيقولك لو جبنا ليبستيك وكونسيلر ودمجناهم مع بعض، المفروض ان هما يطلعوا نتيجة بلاشر حلوة قوي باللون اللي احنا عايزينه، يلا بينا يلا نجرب. هنجيب الكونسيلر ونحط شوية كده على ايدينا، هنجيب اللون ده، اي لون احنا حابين ان احنا نعمله بلاشر ممكن نعمله. انا اخترت ده عشان يبقى زي بتاع شجلام الجديد. ونجيب الفرشة بتاعتنا ندمج كل ده مع بعض. اللون بقى عامل ازاي، هناخد بقى منه كده ونحطه على الخدود. شايفين ده كان لونه، طبعا هندمجه كويس على البشرة. مش عارفه، حاسه احساس ان انا كترت ولا ايه، مش عارفه، معرفش، بحسها بتدمج اكتر من الفرشه العاديه. وكانت دي النتيجه، شايفين الفرق. واللي عجبته التجربه يروح يكتب لي في الكومنت، وما تنسوش الفولو يعني.